بيبتدي فيلمنا مع بارت وهو شاب طبيعي ولكنه مصاب بالتوحد، وده بيخليه عنده صعوبة كبيرة في التواصل مع الناس وتكوين علاقات اجتماعية. وحتى وهو في البيت بيكون عايش مع أمه، لكن كل حد فيهم في مكان مختلف وبيتواصل معها من خلال كاميرا الفيديو حتى في أوقات تناول الأكل، والبدروم بيكون مكانه الخاص اللي بيقعد فيه دايما. وبارت بيشتغل موظف استقبال في فندق صغير، وبيكون مدير الفندق بيحبه جدا لأنه على الرغم من أنه مش شاطر في تكوين العلاقات إلا أنه ذكي ولمح وشاطر في شغله. وفي يوم وهو في الشغل وفي نهاية الشيفت بتوصل واحدة في وقت متأخر اسمها كارين، وبتبقى حاجزة أوضة معينة، والغريب أن بعد ما عمل الإجراءات بيغير لها الأوضة وبيدي لها أوضة تانية بعد ما أقنعها أنها أحسن. وبعد ما طلعت فوق وغيرت هدومها بنلاقي بارت بيفتح التابلت بتاعه وبيراقبها وهي في أوضتها، واللي اتضح أنه زرع فيها كاميرات وميكروفون للصوت. وفجأة كارين بيجي لها راجل غريب من باب جانبي للأوضة واللي بيتكلم معاها عن علاقتهم السرية ببعض. وفي الوقت ده بيوصل جاك زميله علشان يستلم الشيفت بتاعه، وبيكون بارت مركز في التابلت ومش بياخد باله منه. وفجأة بيسأله جاك عن اللي بيتفرج عليه، فبارت بيتخض وبيقفل بسرعة التابلت وبيقول له مفيش حاجة، لكن جاك لاحظ ان الفيديو فيه أوضة شبه اللي في الفندق، لكن بارت بيأكد له انه فيديو عادي وبيتسلى بيه وبيسيبه وبيروح. وهو في الطريق بيقف علشان يشتري العشاء، وبيرجع البيت وبيبقى عنده شاشات متوصلة بكاميرا وميكروفون اللي زارعهم في الأوضة، وبيتفرج على كارين لايف وهو بيتعشى. وبيلاقي ان كارين فجأة بتتخانق مع الراجل الغريب اللي معاها، وبتقول له انها عارفة انه مش بيحبها وانها عرفت ان فيه علاقة بينه وبين واحدة تانية وبتتخانق معاه، فبيزقها على السرير وبتقع شنطتها على الارض ويخرج منها مسدس وفضل يضرب فيها على السرير. وهنا بيخاف بارت جدا، فبيتصل برقم الفندق علشان يحذر صديقه، لكنه مش بيبقى عارف يقول له ايه، فبيقفل المكالمة وبيقرر يروح بنفسه. وهناك بيدخل بارت من الباب الخلفي. وفي الوقت ده جاك كان خارج علشان يدخن، فبيشوف عربية بارت مركونة كأنه مروحش، وفجأة بيسمع صوت ضرب نار فبيروح بسرعة لمصدر الصوت. وهناك بيلاقي بارت قاعد على السرير وهو خايف ومتوتر، وقدامه كارين اللي بتكون اتقتلت، فبيتخض وبيقول لبارت ما يتحركش من مكانه وهو يتصل بالشرطة. وبيفضل بارت قاعد مكانه لكن بيلمس دم كارين وبيكون عايز يعرف ملمسه. وبعدها بياخد الكاميرا والميكروفون اللي كان زارعها في الأوضة، لكنه مع التوتر بيقع منه كارت الميموري اللي بيخزن الفيديوهات من غير ما ياخد باله. وبعد شوية بتوصل الشرطة وبيتحقق مع كل الموظفين، وبيتكلم مدير الفندق مع المحقق إسبادة، وبيعرفوا ان بارت شخص ذكي ومسؤول وبيشتغل معهم بقاله اكتر من 3 سنين، وانه واثق انه ما قتلش حد. وبيروح المحقق لبارت، وقبل ما يسأله اي سؤال بارت بدأ يتكلم بسرعة وتوتر وبيقوله ان رجع الفندق لانه نسي محفظته عند مكنة الصرف، وساعتها سمع صوت ضرب النار ودخل الأوضة بتاعت كارين، وأكد له انه اشترى العشاء وهو في الطريق وروح وقعد قدام التلفزيون شوية، وهنا افتكر انه نسي المحفظة فرجع تاني للفندق وحصل اللي حصل. فبيقول للمحقق إسبادة ان جاك عرفه انه شكك في بارت انه يكون خرج اصلا من الفندق، وده لانه شاف عربيته في مكانها، لكن بارت عرفه انه دخل من الباب الخلفي. فبيسأله المحقق عن السبب اللي خلاه ما يدخلش من الباب الرئيسي، فبيسكت بارت شوية وبيقول له ان الباب الخلفي اقرب لمكنة الصرف. وهنا إسبادة بيعرفه ان فاهم حالته كويس وانه مصاب بمتلازمة اسبرجر، وهي نوع من انواع التوحد اللي بتخليه صعب في التواصل مع الناس، عشان كده مش عايز يضغط عليه. وعرفه كمان انه شكك في قصته لانه لو كان نسي محفظته فعلا فازاي اشترى العشاء وهو مروح للبيت. وبعدها بيروح لمركز الشرطة، وهناك بيجي جوز كارين واسمه نيك، وما كانش مصدق اللي حصل، وبيعرف المحقق ان كان مع مراته مسدس صغير للدفاع عن النفس، وانه متأكد ان الولد اللي كان في الأوضة اللي هو بارت يعرف حاجة ومخبيها. وفي الوقت ده بتيجي والدة بارت واللي بتتخانق مع المحقق لما عرفت انه استجوب بارت من غير ما يكون معاه محامي، خاصة انه ليه ظروف خاصة بسبب حالته. وبترجع مع بارت البيت، وقبل ما يروح للبدروم مكانه الخاص بتطلب منه انه يتكلم معاها في أي حاجة وانها تفضل سند ليه. فبينزل بارت براسه ناحيتها فبتبوسه، وبيكون المصاب بمتلازمة اسبرجر عنده صعوبة يتواصل جسديا مع الاشخاص. وبالليل بارت كان في اوضته وقاعد يراجع اللقطات المتسجلة على الاجهزة قبل موت كارين، ولما قرب من لقطة الراجل وهو بيخنقها لاحظ وشم على صورة طائر على دراع القاتل، لكنه مش قادر يحدد شكله. بعدها بيوم بيروح الفندق، وهناك المدير بيقول له انه مش هينفع يرفضه، وده لانه متأكد انه بريء، لكنه هينقله لفرع تاني وهيكون بالليل زي الشيفت بتاعه. فبيوافق بارت،
بارت. بعدها بارت بدأ أول شفت ليه، وفي أول يوم بتيجي بنت جميلة اسمها أندريا، وبتكون متعودة تيجي الفندق، وأول ما بتشوفه بتسأله لو هو جديد، وبتلاحظ حالته في ردوده عليها، فبتتعامل معاه بلطف ومن غير ما تحسسه بأنه عنده مشكلة، وبيحجز لها بارت الأوضة وبتروح لها. ولنا بتحصل حاجة غريبة، وبنلاقي بارت بيفك الجرافات بتاعته وبيكون مثبت فيها كاميرا وميكروفون عشان يسجل للشخص اللي بيكلمه ومنهم أندريا. وبعد ما بيرجع للبيت بيشغل اللي سجله على الشاشات بتاعته وبيبدا يتكلم مع أندريا كأنه معاها، وبيألف كمان محادثة افتراضية لو اتقابله تاني، وده لأن بارت عنده مشكلة في التواصل مع الناس وبيكون صعب يعمل حوار طبيعي معاهم، وبمرور الوقت بقى عنده هوس في مراقبة الأشخاص ونظراتهم وكلامهم عشان يتعلم يبقى إنسان طبيعي زيهم. وفي تاني يوم بيخرج بارت من البيت وبيلاحظ إن المحقق إسبادا بيراقبه، فبيقرر يبعد بسرعة ودخل السوبر ماركت، وبالصدفة أندريا كانت لسه هتخرج فتقابله وقالت له إنها كانت بتشتري حاجات ليها زي القهوة واللبن، فبارت عرفها إنها بالمجان في الفندق، لكن هي فهمته إنها في الفندق طعمها مش حلو، فبارت بدأ يقول لها الفرق بينهم وليه طعم القهوة بيبقى مش حلو، كل ده وهو بيتكلم بسرعة زي الكمبيوتر. فأندريا ابتسمت وبدأت تكلمه عن أخوها اللي عنده نفس حالته، لكن حالته كانت أسوأ، وده لأنه ما كانش بيقدر يتكلم أو يتواصل معاها لدرجة إنهم ودوهم مصحة يتعالج فيها، لكن حالته كانت بتتدهور يوم بعد يوم، وفي النهاية مات. وبتعرفه إنها مبسوطة إنه قادر يشتغل ويكمل حياته، وبيحاول بارت يتعاطف معاها لكن بيبان العكس وبيقول لها إن كل الناس هتموت، فبتبتسم أندريا وبتقول له إنها مبسوطة إنها تعرفت عليه، وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده المحقق إسبادة ورى اللقطات لزوج الضحية اللي اتخذت من الكارت الميموري، لكن للأسف الكارت كان متوصل بالكاميرا السيلفي اللي متعلقة على الحيطة ومش مبينة مين اللي كان مع زوجته، وبيطلب من المحقق إنه يقبض على بارت، لكن المحقق عرفه إنه مش هيقبض عليه في جريمة زي دي بسبب التجسس ومحتاج يتراقب أكتر. وبالليل بيروح بارت الفندق وهناك بيشوف أندريا وهي خارجة من عربية شخص غريب، فبيتضايق وبيبان عليه إنه غيران، وبتدخل أندريا للفندق وبتسلم على بارت وبتكون مراهقة جدا، وبتروح اوضتها. وفي الوقت ده بارت بيراقبها من التابلت بتاعه من خلال الكاميرات اللي زرعها برضه، وبيشوف اندريا وهي بتبص في المرايه وباين عليها الحزن. وقبل ما بتولع السيجاره فجاه خرجت وبتروح لبارت بتساله لو معاه ولاعه، وبارت اصلا كان شايف معاها ولاعه، وبيعرف وقتها انها عايزه تفضفض معاه بالكلام، وهنا بيعرفها انه ممنوع تدخن داخل المبنى، فقالت له انها تروح لحمام السباحه وانه لو عايز يجي معاها ممكن يجي. وبعد شويه بيقرر بارت انه يقعد معاها، واول حاجه عملها انه سألها عن الشخص الغريب اللي كانت معاه في العربية، فبتقول له انه حبيبها من فترة لكن علاقتهم سرية، وبتسأله لو هو مرتبط فبيقول لها لا، فبتتعاطف معاه وبتعرفه انه شخص جميل واكيد هتلاقي اللي تحبه. وفجأة بارت بيبوسها فبتتخض، وبارت ما كانش مصدق نفسه انه عمل كده وفضل يعتذر لها، لكن اندريا بتهديه وبتقول له انه عارفة كويس احساسه بالوحدة لانها جربته مع حبيبها بسبب انه علاقتهم مش مستقرة ومليانة مشاكل. فبيحط بارت راسه على رجليها وبتطبطب عليه زي طفل وكأنه أول مرة يحس بالأمان. بعد كده بنشوف بارت بيروح للحلاق عشان يعمل قصة جديدة، وكمان راح يشتري برفان شبابي ويغير ستايل لبسه وغير عربيته القديمة بعربية جديدة. وبعد كده راح وقف قدام الفندق بعد ما شكله اتغير واتصل على أندريا اللي كان شايفها قدامه في البلكونة عشان يفاجئها ويخرجوا مع بعض، ولكن بارت اتصدم لما لقاها مع حبيبها في الأوضة فقفل التليفون. ولكن الكارثة إن حبيبها كان على دراعه نفس الوشم اللي بارت شافه على دراع الشخص اللي قتل كارين في الفندق. ولما بارت بيرجع للبيت بيتفاجئ بوجود الشرطة، وأمه بتقول له إن معاهم أمر بتفتيش البيت. وهنا المحقق سأله ليه الهارد ديسك بتاعه فاضي، فبيقول له بارت إنه مسح كل حاجة من عليه، وهنا بنعرف إن بارت كان عامل حسابه الوقت زي ده. فالمحقق سأله إذا كان عامل نسخة احتياطية، فبارت بيقول له لأ، وهنا بيزيد شك المحقق فيه، ولكن مفيش دليل عليه وما لقاش حتى سلاح الجريمة. وبعد ما بيمشي بنكتشف إن بارت عامل حسابه ومعاه نسخة من الفيديوهات المسجلة كان عينها كويس. بعدها بارت بيفضل في أوضته وهو مكتئب، فبتقرر والدته انها تنزل تقعد معاه، وبتقول له ان عارفه ان الحياه صعبه من وقت وفاه ابوه وان من ساعتها حياتهم كلها اتغيرت، وبتقول له انها حاسه بيه لانها كل يوم بتصحى من النوم وهي عارفه انه ملوش حد غيرها، وبتوعده انها هتفضل جنبه مهما حصل لانه ابنها الوحيد. وتاني يوم امه بتقعد علشان تفطر لوحدها، ولكن بتتفاجئ ان بارت طلع من البدروم وقعد يفطر معاها، وطبعا كانت مبسوطه لانه اول مره ياكل معاها بعد وفاه ابوه. وتاني يوم اندريا بتروح لبيت بارت، ولما وصلت لقيت امه فبتقول لها انها صديقة بارت وعايزه تشوفه، فامه بتستغرب ان بارت ليه اصدقاء. بعدها اندريا بتروح لبارت وبتقول له انه وحشها لانه غاب الايام اللي فاتت عن الشغل، وبارت بيعرفها انه حزين وقلبه مكسور، فاندريا هي كمان كانت متضايقه لانها جرحته وبتعتذر
له على أي أذى تسببت فيه، وبتقول له إن لو كانت قبله في ظروف مختلفة كان الوضع اتغير، وطبعا بارت بشخصيته الحساسة مش بيسامح بسهولة، وأندريا بتودعه وبتمشي في الوقت اللي كان أسبادة بيراقبهم من بعيد. وبالليل بارت كان بيراقبهم من خلال الشاشة اللي عنده، وفجأة حد بيخبط عليها وبيكون نيك جوز كارين، وطبعا بارت مش متفاجئ بعد ما شافها معاه في البلكونة، وبيلاحظ إن الاتنين بيتخانقوا مع بعض لأنها عايزة تسيبه، ونيك بيتعصب عليها وبيضربها بقوة، وهنا بارت بيخاف جدا لأنه عرف إن هو نفس الشخص اللي كان مع كارين وقتلها، فبياخد عربيته بسرعة للفندق القريب منه. وفي اللحظة دي أندريا طلعت المسدس وهددته، بعدها دخلت الحمام وقفلت عليها، وهنا وصل بارت للأوضة بسرعة، وعلى طول نيك هاجمه، ولما عرف إنه يبقى بارت سابه وهرب بسرعة. وهنا بارت بيطمن أندريا إنه مشي، فبتطلع وكانت مستغربة إن بارت موجود، فبيعرفها إنه شافه وهو بيضربها، وطبعا أندريا بتستغرب أكتر وبتسأله شافهم إزاي، فبارت بيرتبك ومش عارف يعمل إيه، وفجأة راح ورا المراية وجاب الجهاز الرئيسي اللي بيشغل الكاميرا والميكروفون، وطبعا أندريا بتتصدم من اللي اكتشفته وزعقت له بعد ما عرفت إن كل ده بيراقبها صوت وصورة، لكن بارت بيقول لها إنها لازم تيجي معاها علشان تكون في أمان وهيفهمها كل حاجة، وبتحط أندريا مسدسها في الشنطة وبتروح معاه. وبعد ما بيروحوا للبيت أندريا بتشوف الفيديو اللي فيه نيك حبيبها بيتخانق مع كارين بسبب اكتشافها خيانته ليها مع واحدة تانية واللي بتكون أندريا، وطبعا أندريا بتتصدم من اللي شافته وبتسأل بارت لو فيه أي حد شاف الفيديو غيرهم، فبيعرفها بارت إن مفيش حد شافه ولا حتى الشرطة لأنه خاف ليتسجن بسبب التجسس، وبتبقى أندريا مش عارفة تعمل إيه، فبيقول لها بارت إن كل حاجة متسجلة على الهارد ديسك ده وإنه مستعد يروح للشرطة لو هي هتروح معاه علشان نيك يبعد عنها للأبد. وأندريا ما كانتش عارفة تفكر في حاجة ومن كتر التعب راحت عشان ترتاح، وبارت فضل جنبها. ولما بيصحى بارت مش بيلاقي أندريا وبيبص على مكتبه فبيلاقي الهارد ديسك متشال من المكتب، والمفاجأة إن أندريا سلمته بنفسها لحبيبها نيك علشان ده كان الشيء الوحيد اللي بيدينه. ولما بارت قعد على سريره لقى مسدس أندريا اللي سابته قبل ما تمشي، وهنا بارت بدأ يعرف وهو مصدوم إن أندريا ضحكت عليه وإنها مش بتحبه وإنها كانت عارفة إنه بيسجل لها صوت وصورة، وهي ونيك عملوا تمثيلية إنهم بيتخانقوا عشان عارفين إن بارت هيشوفهم ويروح لهم للفندق، وكمان سابت المسدس عن عمد واللي بيكون أصلا سلاح الجريمة اللي نيك قتل به كارين، وبالتالي يبقى كده كأن بارت اللي قتلها. بعدها بشوية الشرطة بتوصل للمكان، والمحقق إسبادة قرر يقتحم على الأوضة علشان يقبض عليه، ولكن المفاجأة إن بارت ما كانش موجود، والمحقق بيلاقي على المكتب مسدس وتحته ظرف واللي فيه كروت ميموري متخزن عليها كل المقاطع من أوضة كارين. وطبعا المحقق بكل وضوح شاف على الشاشات إن اللي قتل كارين يبقى نيك جوزها. بعدها بنشوف نيك سايق عربيته ومعه أندريا، واللي بيلاقوا عربية الشرطة وراهم وبتطلب منهم الوقوف، وهنا أدركت أندريا إن بارت كشف خطتها وإن ادى للشرطة دليل على إن نيك هو القاتل. وعلى الرغم من إن بارت طيب القلب لكنه مش ساذج وكان محتفظ بأكتر من نسخة للفيديوهات، وده اللي ما كانش أندريا عاملة حسابه. وهنا بتنتهي قصتنا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتتفرج على الفيديو اللي ظاهر لك دلوقتي لأنه فيلم قوي وهيعجبك جدا.